الله يا تومي، ايه كل السلايم ده؟ احنا هنعمل بيه ايه؟ احنا هنعمل يا جيري مسابقة في الغابة، اي حد هيعمل حاجة كويسة هنديله سلايم من ده ببلاش، ايه رأيك بقى؟ فكرة حلوة خالص يا تومي. الله يا توم وجيري، ايه كل السلايم الجميل ده؟ انا عايز علبة العب بيها، انا بحبه قوي. يا سيمبا يا سيمبا، لو عاوز واحدة لازم تعمل حاجة مفيدة علشان نديك علبة ببلاش. الله، علبة ببلاش؟ طيب انا هروح اعمل حاجة مفيدة وهرجع لكم تاني على طول. ماما يا ماما، عرفت اللي بيحصل في الغابة؟ توم وجيري في الغابة بيوزعوا سلايم ببلاش على اي حد يعمل حاجة مفيدة، وانا عاوز اخد واحدة بس الصراحة مش عارف اعمل ايه مفيد يا ماما، قوليلي. بس كده يا حبيبي، انت تاخد المقشة دي وتكنس البيت كله وهتبقى عملت حاجة مفيدة خالص، وساعتها توم وجيري هيتبسطوا منك ويدوك السلايم اللي ببلاش. ماشي يا ماما، فكرة كويسة، انا هكنس البيت وبعدين انتي تعمليلي الاكل اللي انا بحبه. ماشي يا سيمبا يا حبيبي. يا سلام، ده انا شطور خالص، ده انا هخلي البيت كله بيلمع وبيبرق وهتقول عليا سيمبا الشاطر. يا سلام، البيت بقى بيلمع وبيبرق، انا هنادي ماما بقى علشان تشوف البيت بقى جميل ازاي. يا ماما يا ماما. ايوه يا سيمبا، خلصت تنظيف البيت يا حبيبي؟ ايوه، شوفي يا ماما بقى، ايه رايك؟ واو، البيت بقى بيلمع وبيبرق، شاطر يا سيمبا، برافو عليك، كده توم وجيري هيتبسطوا منك. بجد يا ماما انا شاطر؟ خلاص كده انا هروح لتوم وجيري علشان يدوني السلايم اللي ببلاش. باي يا ماما. يا توم وجيري، انا خلاص عملت حاجة مفيدة ونظفت البيت لماما وخلصت البيت كله، وماما قالت لي انت شطور يا سيمبا، ممكن بقى تدوني السلايم اللي ببلاش؟ اكيد طبعا يا سيمبا، طالما ساعدت مامتك وبقيت شاطر هنديك سلايم ببلاش. شكرا شكرا يا توم وجيري. يا توم وجيري، انا عاوز سلايم زي بتاع سيمبا، لو سمحتوا ادوني واحدة حمراء لو سمحت. ايوه طبعا يا اردون، تقدر تاخد واحدة ببلاش بس لو عملت حاجة مفيدة. يلا خلاص خلاص، انا هروح بسرعة وهرجع لكم تاني على طول وهعمل حاجة مفيدة. ايه ده بقى يا دبدوب، انت بتعيط في عيد ميلادك؟ مالك كده زعلان ليه؟ انا بعيط علشان محدش جاي يحضر عيد ميلادي ولا حد جاب لي هدية، وانا وحيد كده يوم عيد ميلادي. ها؟ طب ما انا اهو جاي عيد ميلادك اهو، وكمان جايب لك هدية، استنى هجيب لك الهدية بتاعتك. ايه ده بجد، الهدية الحلوة دي ليا؟ انا متشكر خالص يا ميمون، انت فرحتني قوي، انا فرحان خالص، شكرا شكرا. بجد يا ميمون انت فرحان؟ طيب بقى عن اذنك انا هروح لتوم وجيري هجيب حاجة وهرجع تاني لك احضر عيد الميلاد. بسرعة بقى يا ميمون. يا توم وجيري، انا عملت حاجة حلوة قوي النهاردة، انا رحت عيد ميلاد دبدوبي واديته هدية وفرحته بيها خالص، ايه رأيكم بقى؟ فممكن بقى تدوني السلايم الاحمر اللي انتوا وعدتوني بيه؟ ممكن؟ بجد يا ميمون انت عملت حاجة حلوة قوي، انت فرحت صاحبك ودي احسن حاجة في الدنيا، انك تفرح حد تاني جنبك. يلا بقى خد احلى علبة سلايم. مع انها مش علبة حمراء بس جميلة، شكرا يا توم وجيري.
الله يا توم وجيري، أنا بحب السلايم قوي. أنا محتاج الأخضر والأحمر والأصفر، أنا محتاج الباكت كله على بعضه. أنت عاوز كل الباكت يا فلافيلو؟ بس ده كتير جدا. أنت علشان تاخد الباكت ده كله لازم تعمل حاجة مفيدة، ومش أي حاجة مفيدة كمان، دي حاجة تكون تستاهل بقى أنك تاخد الباكت على بعضه. يعني مش هتدوهالي الا ما اعمل حاجه مفيده وحاجه كمان تكون مفيده كبيره؟ طيب انا هروح وهوريكوا الفيل فلافيلو هيعمل ايه، ده انا بحب كل الحيوانات وبساعدهم. الحقونا الحقونا، الغابه بتولع، حد يجي يطفي الغابه، حريقه حريقه، حد يجي يطفي الحريقه. يا خبر ابيض، هي الغابه بتولع كده ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ لازم اتصرف، لازم اتصرف. اعمل ايه؟ انا جه في دماغي فكره، انا هروح هامله الزلومه بتاعتي دي ميه واجي اطفي الحريقه بسرعه. المية خلصت، هروح أملى الزلومة تاني. الحمد لله قدرت أسيطر على الحريقة وأنقذ الغابة، الحمد لله. برافو عليك يا فلافيلو، انت فعلا شجاع جدا وانقذت حياتنا، احنا كنا هنموت. ايوه يا فلافيلو انت فعلا شجاع، انا هقول للبابا ان انت اللي اختفيت الغابه علشان يديك مكافاه كبيره. صحيح فكرتوني، هروح لتوم وجيري اخد المكافاه بتاعتي، دول وعداني بباكت كبير من السلايم، هروح اخده على بعضه. يلا مع السلامه. يا توم وجيري يا توم وجيري، انا عايز بقى سلايم كتير قوي، انا انقذت الغابة كلها من الحريقة. ايوه طبعا يا فلافيلو، طبعا ليك مكافأة كبيرة، ده انت انقذت الغابة كلها، ده احنا كمان كنا هنموت من الحريقة، انت انقذت برضو حياتنا احنا كمان. دلوقتي كل السلايم اللي معانا ده هتاخده هدية ليك يا فلافيلو. بجد انا مش مصدق نفسي، يعني انا هاخد كل السلايم ده ليا؟ ايوه طبعا يا فلافيلو انت تستاهل كل خير والله. يلا بقى يا اصحابي، لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في قناة حواديت موها علشان يوصلكم كل جديد. يلا مع السلامة.